أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس، تنتخب البداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. وصف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مجالس المحافظات الجديدة إضافة نوعية للعمل. السوداني خلال المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية أكد حرص الحكومة على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات لتحظى كل محافظة بممثلين عنها يتكامل عملهم مع المحافظ. إلى ذلك تواصل مفوضية الانتخابات استكمال كافة استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 من الشهر المقبل. مفوضية الانتخابات دعت المواطنين لمراجعة مراكزها لاستلام بطاقات النخب البيومترية لهم ولذويهم بالإنابة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون الإقبال على المشاركة في الانتخابات واسع جداً. بدوره أوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل أن التصويت الخاص سيكون في المدارس القريبة من الوحدات العسكرية، ولا يوجد أي تصويت في الوحدات، إنما سيكون في ذات مراكز الاقتراع العام. جميل قال إن المنتسب إذا كان يعمل في المحافظة مغايرة عن التي يعمل بها فإنه سيقوم بالتصويت في المحافظة وصوته يذهب إلى محافظته الأصلية. في غضون ذلك كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ خطة من 4 محاور لتأمين العملية الانتخابية. قيادة العمليات قالت في بيان أن الخطط تتضمن حماية الناخبين وحماية مراكز الانتخابات، وأيضا خطة نقل صناديق الاقتراع، وكذلك خطة حماية المخازن التي توضع فيها الصناديق. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا في هذه الحلقة، كل من المرشح عن قائمة ابشر يا عراق السيد حازم عودة الحميداوي. أهلا وسهلا بزميل القناة أم بالمرشح. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، شكرا لهذه الدعوة من أسرة قناة الأيام. أكيد أنا ابن الإعلام وأقدم دائما نفسي إعلامي، ومن ثم مرشح إن شاء الله لخدمة الناس. إذا أرحب أيضا بالمرشحة عن تحالف نرمية سيدة وراس فوزي الساعدي. اهلا بالست اوراس، وايضا من الاعلام ومرشحه عن ائتلاف دوله القانون السيده افتخار الدباغ. حياكم ست افتخار، واهلا بجميع ضيوفي في هذه الحلقه. وأبدأ بسؤال موحد لكم جميعا حول برامجكم الانتخابية. أستاذ حازم البداية لك. شكرا جزيلا مرة أخرى، أحيي مشاهدي قناة الأيام الفضائية وكل مشاهدينا اللي يتابعونا اليوم في حملة انتخابية إلى مجالس المحافظات. طبعا ما ممكن نختزل كل هذه المشاكل العائقة في كان في عاصمة بغداد أو في جميع المحافظات بحلقة أو حلقتين أو ممكن عشرات الحلقات، لكن في بغداد خاصة العاصمة اللي يتمثل نبض العراق أكيد هناك أزمات كثيرة متتالية تعاقبت لمجموعة من الحكومات المحلية، منها أزمة السكن والعشوائيات، وأيضا أزمة كبيرة وهي الزخم الكبير الحاصل في محافظة بغداد. وخلال دراسات ذكر بأن 4 ملايين مركبة موجودة في داخل بغداد لم تحل، رغم هي هذه المشكلة مشكلة اتحادية، لكن احنا نبحث عن ما هي البدائل، نبحث عن انشاء طرق وجسور بديلة لفك هذه الاختناقات. بغداد بنيت من اجل عدد معين لم تستوعب هذا العدد الكبير. بغداد اليوم احنا نشاهد 9 مليون نسمة فقط في بغداد، هذا العدد لا يستهان به، يحتاج الى خدمات، يحتاج الى بنى تحتية حقيقية. أغلبية البنى التحتية بنيت من 40s ومن 30s القرن الماضي. طيب. نحتاج إلى ثورة حقيقية لحل كل هذه الأزمات. إذا شنو اللي ركزتوا عليه برنامجكم؟ بما أنه أنا عملي خدمي
ركز على الخدمات. المواطن العراقي البسيط بشكل عام وفي بغداد بشكل خاص يحتاج إلى فعل الخدمات. ما محتاج منك أن تعيش مصافي دول أوروبا، لكن يحتاج هذا العيش الكريم، مواطن يحترم من خلال ما تقدم دوائر الخدمية له من خدمات. يحتاج إلى أن يطلع الصبح يوصل إلى دائرته بالوقت المحدد، يحتاج إلى أن يشوف شوارع نظيفة. هاي بغداد عاصمة، هي متمثل العراق. ما 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 أروح أشوف مكب نفايات أو معمل كبس النفايات في داخل المدن والأزقة. هذه مشاكل عائقة تحتاج إلى عقاب حقيقية، تحتاج إلى متابعة حقيقية. هذه هي من مهام عضو مجلس المحافظة. إذن ستورا صنفت بغداد أكثر من مرة أنه هي أسوأ عاصمة للعيش، وهذا أمر مؤلم. ما أعرف ما هي ركائز برنامجكم الانتخابي اللي يعنى بمجمل ما تحتاجه بغداد؟ احنا نسأل اكثر من مرة انه ليش برنامجكم الانتخابي متشابه؟ هو مو متشابه، هو احنا من داخل هذا المجتمع ومن من نفس الناس اللي بهذا الواقع. هي الخدمات، الكهرباء، المي، الطرق، الزميل هنا والاخ، كثرة الازدحامات الطرق، ماكو تخطيط عمراني، ماكو تخطيط للطرق. هاي كلها اكيد من ضمن كل من احنا باكر عقبه نحدد وين مكامن الخلل، نحاول قدر الإمكان إنه هو دور عضو مجلس المحافظة يرفع في الدراسة إلى مجلس النواب على أقل تقدير اللي تحتاج تشريع قوانين. طيب. حتى إحنا نتحرك، وإحنا راح نكون أقرب إلى الناس وأقرب إلى الشارع أكيد. فبرنامجنا الانتخابي يعني نبدأ من الأسرة والطفل. أنا دائما أحدد الأسرة والطفل. طيب. المدارس، عندنا أولادنا بالمدارس، أكو خلل كلش كبير. ثلاث دوامات بمدرسة واحدة ساعتين، شنو اللي يلحق الطالب وشنو تلحق المدرسة أو المعلمة؟ هذا أول جانب، بناء المدارس في كل منطقة على أقل تقدير، ابتدائية وثانوية وإعدادية على أقل تقدير يعني. طيب. مو من منطقة تروح إلى منطقة أخرى، طلابها وأكثرها حاليا بالبيت مبطلين يعني. إذن أول ركائزكم هي موضوع الأسرة ملف التعليم. نعم. والأسرة والطفل. نعم. ست افتخار اللي ذكروا. نعم. زملاء هنا هو مسؤولية مجلس محافظة كقطاعات أم قطاعات اتحادية، شنو اللي ركزتوا عليه كدولة قانون وكست افتخار الدبار؟ بالبداية تحياتي للزملاء وتحياتي لك، وأشكر أيضا قناة الأيام الكادرة على هذه البرامج اللي تتيح فرصة إلى مرشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية من جميع الكتل والأحزاب والحركات. قضية مجالس محافظة بغداد، هذا الدور غيب من سنوات بسبب قرار كان خاطئ. بعد هذا القرار من اتخذ هذه الخطوة ندم على اتخاذها، باعتبار هنالك كان خلط بالأوراق بما يقدم من قبل النائب إلى الشارع العراقي، بينما هذا الأمر كان المفروض أن الواجب على المحافظة من أعضاء مجالس محافظة ولجانها بمختلف أنواعها، لأن احنا نعرف أنه مجالس المحافظات بلجانها هي رديف للجان البرلمان، فهنالك لجان هي متخصصة بهذا الموضوع. البرلماني طبعا إلى الأخوة مشكورين على جهودهم لما قدموا للمواطن خلال هذه السنوات التي مضت. الآن بدأ دور مجلس المحافظة أن يكون هو القريب والأقرب إلى المواطن العراقي بتقديم الخدمات. طيب. المواطن العراقي الآن إذا أريد أتحدث عن شريحة مهمة بداخل المجتمع العراقي، هم شريحة الشباب اللي أصبحت الآن نسبتهم فوق 60%. يعني أنا عندي قوة وإرادة قوية هم الشباب. أي طاقة أي مكان في أي دولة يمتلك هذا العدد وهذه النسبة من الطاقات الشبابية فهو يعتبر من البلدان القوية. بهم تبنى الأمم. أنا ما أقدر إنه أجيب أشخاص كبار ومسنين بالعمر حتى يتسلم لي مناصب أو يتسلم لي وظائف أو يكون ارتباطه بعمل خاص مع المواطن. هذه الطاقات يجب أن يتم توزيعها حسب أنهم حملت الشهادات. طبعا خريجين، عندي خريجين حملت شهادات، ونزولا للي ما عنده يمتلك شهادة من خلال تفعيل القطاع الخاص بالعمل بداخل البلد. الآن حق الوظيفة للشاب فهذا حق الدستوري، يتخرج يريد وظيفة أبدا ما حد ما يقول لا، ولا أحد يقدر يقول له ليش. بس أكو قضية عندنا إحنا الدور بالقطاع الخاص مغيب نهائيا، أصبح فكر الشاب أنه لازم يتخرج يتعين،
فأصبح عندي بطالة مقنعة بداخل الدوائر الدولة. يمكن راح نفصل هذا الموضوع ست افتخار خلال الحلقة، لكن خلينا ننتقل لهذا التقرير باعتبار جميعكم مرشحين عن محافظة بغداد. إذن أحييكم من جديد مشاهدينا وضيوفي، وننتقل لفقرة دقيقتين لكل إجابة، وسؤالي الأول راح يكون حول طرح برامجكم الانتخابية اللي ذكرت قبل قليل إنه هي تتشابه كلام ووعود وشعارات، وبديتوا تنافسون النواب ربما بأدوارهم وبشعاراتهم الانتخابية. أستاذ حازم، البداية وياك وأنتقل لضيوفي أيضاً الإجابة بدقيقتين، وشنو اللي سويته بحملتك الانتخابي مغاير عن بقية الحملات حتى تقنع الناخب؟ أحسنت. نرحب بكم مرة أخرى. طبعا دقيقتين مهمة جدا أن توصل فكرة عامة كبيرة ببرنامج خلال دقيقتين، لكن نحن دائما نختزل للإعلام. هاي دقيقتين أنا راح أستثمرها بطريقة. أنا تحدثت مع الناخبين بهدف معين محدد اللي هو ما أنطي وعد. وللأمانة احنا ممكن ناخبين وليس مرشحين نتفاجئ نسمع كثير من المرشحين يعطون وعود، ولكن ما بعد الانتخابات يفقدون هذا التواصل ما بينه وبين الانتخابات. نسعى لخدمة الناس وفق المحددات. خل يفصل المواطن العراقي ما بين مجلس المحافظة وما بين السلطة التنفيذية. مجلس المحافظة هي سلطة تشريعية تراقب، ويعني هي ما تصير قوانين، لكن عندها نظام داخلي، لكن عندها نظام من مجلس النواب ومتابع من قبل مجلس النواب. الوعود اللي اقدر امنحها للمواطن هو بانه راح نسعى لتقديم الخدمه من خلال متابعه المشاريع المتلكه، واحنا كثير عندنا المشاريع المتلكه خاصه في بغداد. فقط مشروع واحد هو مشروع قناه الجيش كلف خزينه الدوله وهدر المال العام 200 مليون دولار تقريبا. 200 مليون دولار مبلغ كبير بالنسبه للموازنه في محافظه بغداد، يمكن يوازي موازنه الدوله. دوله ممكن عندنا دول القريبه والفقيره يمكن اعتقد مبلغ اقل، 100 مليون دولار يكفيهم. لكن احنا 200 مليون دولار فقط في مشروع واحد من 2011 الى 2000 والى الان، والان انتهى هذا المشروع حكم عليه بالموت. السبب عندك 15 ثانيه. جيد، احنا نقول راح نسعى ك جهة تشريعية إن وفقنا، وإن لم نوفق فالبرنامج يتحول للأخوة السادة الأكثر حظا إن شاء الله في الانتخابات القادمة. إذن ست أوراس، نعم، شلون راح تقنعين الناخب يتوجه لصناديق الاقتراع؟ نعم. هو حاط اسم ست أوراس كخيار أول. نعم، أنا أعتبر نفسي شوية محظوظة إنه قاطعة نصف المسافة مع الناس، باعتبار بالإضافة إلى عملي في كلية الطب جامعة النهرين، درس مرحلة أولى ومرحلة ثانية علوم الحاسوب. أنا ضمن ناشط مدني، فعندي تواصل ويا الناس. ما كان هدفي من أتواصل وياهم أنه أكو ترشيح، سنوات طويلة. طيب، فالثقة موجودة، قطعت مسافة طويلة 50% أقول أنه الثقة متوفرة. يعني دور الناشط المدني يختلف عن منصب الدولة، خلينا نتفق عليها. نعم نعم، ما يعتبرون ما عنده مصلحة أنه دا تتواصل وياه تساعده. هذا موضوع. موضوع الثاني مثل ما قال أخوي هنا، ما انطينا وعود كاذبة، هذا شيء نقدر عليه حاضرين، ما نقدر عليه ليش أكذب عليكم من البداية يعني. فأهم شيء أنه من قال لو قايلة غير حكاية، أكثر بعض الجلسات لو قايلة غير حكاية لا نقول أنه كالسابقين. والمطلبهم الثالث أنه موبايلاتنا ما تنغلق ومكاتبنا ما تنغلق. هاي قلنا لهم بعد إحنا يعني منطقتنا معروفة، أهلنا معروفين، مكاننا، عملنا،
حاولنا بكل الطرق نعزز الثقة، نعزز الثقة إنه يشارك بالانتخابات مو ينتخبنا بالذات يعني. هسه دخلنا نقنعهم يشاركون أصلاً بهاي العملية الانتخابية. الكل يائس، بعضهم ما محدث بطاقته، فقلت لك إنه أنا أكو موضوع يختلف، إنه نص جمهوري أنا الثقة موجودة وعدم إعطاء وعود كاذبة أبداً. حتى كانت مطالبهم، أنا كنت مرشح على 21 على مجالس النواب، أكثر المطالب كانت تعيين. طيب. حالياً لا، إن شاء الله هذا الموضوع موضوع خدمات. تعينت وجبة كبيرة. نعم نعم، هو أكو مو ماكو، بس إنه أكثر اللي دي يجون خدمات كهرباء، تبليط، أبسط الأمور، الأراضي الزراعية أو المتجاوزين العشوائيات مطالبهم الخدمات. إذن هذا يمكن خلصت الأربع ثواني الأخيرة ست افتخار، شنو اللي راح تقدميه بالبرنامج الانتخابي؟ إما يحفز الناس للانتخاب بشكل عام أو التوجه إلى خيار افتخار الدباغ كمرشح. أولاً قبل ما أكون أنا مرشحة، على مدار سنوات تقريباً أقدر أحصر السنوات من 2006 على حد اللحظة اللي لازلت بها بالوسط الإعلامي، كنا سند وعون إلى الناس باعتبار الإعلام هو الواسطة ما بين المواطن والمسؤول. خلال هذه السنوات ومن خلال برامجنا الخدمية، من خلال مناشدات، من خلال تفاصيل هواية فقط على تقتصر على الجانب الإنساني، وإنما هناك كان جانب أيضاً خدمي بمساعي مع دوائر الدولة، شخصيات ما قصروا بتقديم هذه الخدمة أيضاً ويانا من خلال مؤسسات الدولة، طبعاً مشكورين على هذه الجهود ولا زالت هذه الجهود مستمرة بتقديم هذه الخدمات. أما بما يخص موضوعي الخاص كأمر يخص المواطن العراقي، فتركيزي على شريحة الشباب والنساء. الشباب باعتبارهم إحنا طاقة خلاقة وبناءة، ويجب الاهتمام بهذه الشريحة من الخريجين، من الحد اللي هو يكون كسب عامل نقدر نزجه بالمشاريع مثل ما حضر ويانا. طيب. في برامج سابقة تم زج شباب بمشاريع من شركات وغيرها، والحمد لله لا زالوا مستمرين. والنساء أيضا. نعم. غير الخريجين. لا طبعا أكيد خير الخريجين أيضا، يعني عندي أصحاب حرف. يعني إحنا إذا نتجول وإحنا مو بعيدين عن الشارع العراقي، هواي أني ألقى ناس عندهم حرف، من أجي أسأل عن شهادته أتفاجأ أنه حتى ما يقرأ ويكتب. حتى على مستوى أني أريد أتحدث عن مستوى التكنولوجيا، بس هو يعرف يدخل لهذه المنافذ، بس هو ما متخصص بها، ما يحمل شهادة ألقاه ابتدائية متوسطة إعدادية، بس هو بروف. هذا لازم أستثمره، لازم أوفر له هذه الفرصة، أوفر له هذه الأمور حتى أقدر أني أرتقي بمستوى من الخدمات اللي توصل للمواطن من خلاله. هذا أمر. والأمر الآخر، قناعة الناس الحمد لله لو عندهم ثقة عالية بما يخص شخصي، ثقة عالية باعتبار أنه أنا طوال هذه السنوات متواصلة وحلقة توصل ما بيني وبين الناس. هذا الأمر يعني ما أعتبر أنه واجهت به أي إشكالية نهائيا. إذا منحتي الثقة أصلا للدقيقتين وكنتي مستوفية للوقت وبعدنا بهذه الفقرة، وبدينا بالسؤال السابق أستاذ حازم البداية من ست افتخار مجددا. إحصائية لوزارة التخطيط رسمية تقول 3,750,000 يعني ألف نسمة يعيشون بالعشوائيات. شلون راح تتعاملون ويا هذا الملف كمرشح لمجلس محافظة؟ قضية العشوائيات يمكن بدت نواتها بفترة رئاسة الوزراء للسيد نور المالكي، من بلش بقضايا الأمور اللي تخص البنى التحتية، المبادرات اللي كانت هي مضمنها مبادرة البنى التحتية السكن، وبالخص القضاء على العشوائيات، وأيضا عندنا مبادرة التعليم ومبادرة الزراعية ولا زالت مستمرة. وهناك الكثير من المشاريع خلال هذه السنوات تم إكمال هذه المشاريع اللي أساسا تعود لفترة السيد المالكي، وأنجزت وبدأت فعلا تقدم الخدمة للناس، أيضا بما يخص موضوع الملاعب وغيرها بتفاصيل كثيرة وبأعداد كبيرة. طيب. كاد لا تخلو محافظة من وجود هذا الأمر بها. نقطة العشوائيات. العشوائيات نفس الحالة، مشاريع أن تكون تختص بالأقضية والنواحي. داخل المدينة مكتظ، داخل المدينة مكتظ، نحتاج إلى وجود مشروع لا لا يحتاج مشروع مشابه إلى بسماية. بسماية في وقت أنه نبنى هذا المكان الكل كان رافض أن يسكن بهذا المكان وبعد هذه المسافة، الآن أصبحت مثال لبناء مثل هيك مجمعات، بالذات إحنا نريد نبني مجمعات خاصة واطئة الكلفة تتناسب مع دخل الفرد اللي دخل الوسط واللي أقل من عنده واللي أساساً ما يمتلك. أنا ما أريد أسكن بأناس عالين بي، لا أعطيني بناء
هيكون خاص بالأقضية والنواحي والاهتمام بهذه المساحات الفارغة والشاسعة التي تعتبر من ضمن حدود بغداد ومن صلاحيات مجلس محافظة بغداد أنه تنبني بها قرى ومجمعات سكنية تليق بالمواطن العراقي وتكون ذات كلفة واطئة فعلا وتدعم المواطن. هذا ما راح نقدمه إن شاء الله. إن شاء الله. والانتقال استئراس. أيضا سؤالنا موحد والإجابة بدقيقتين وموضوع العشوائيات موضوع كبير وأشرتي إلى قبل قليل. شلون راح تتعاملوا مع هذا الملف؟ بصراحة هو ملف معقد والحلول مالته مو بليلة ويوم. تحتاج إلى توفير مساكن بنقول مستوى بسماية على أقل تقدير واطئة الكلفة وبإيجار أو ببدل نقدي نهاية سنة بسيط أنه الكل يقدر يدفع للدولة. طيب هسه إحنا نلاحظ هاي المشاريع اللي هي عالية الكلفة، الأرض للدولة والمصرف القرض من الدولة، المستثمر يعني هو اللي العقد ليش ما إحنا هاي نخلي لهاي الناس الفقرة يعني مثلا خلي 3 مشاريع فول منقول ومشروعين للناس هاي اللي بالعشوائيات لأن أنت ما تقدر إنه الموضوع بدأ يزيد ما ينقص، إنه قال لك الدولة ساكتة شو علينا فخلي نوسع، أكو مناطق أصبحت مناطق يعني واسعة للعشوائيات وهذا غلط. يعني لا خدمات لا لهم فد حقوق بأي شيء، يعني أبسط الأمور اللي من ضمنها الخدمات أو المعاملة أي معاملة بدوائر الدولة. أنت متجاوز. نعم. هو قاع العراق وين متجاوز، لكن هي أراضي دولة. هسا أنت مثل ما تطي هاي اللي بالمكانات الحلوة المربحة تطيها المستثمر، اذكر الفقرة. فإحنا نسعى لهذا الموضوع إنه وفر من هاي الأراضي اللي بأطراف بغداد وأبعد شوية، عندنا هواي أراضي شاسعة يعني وكبيرة، وفر بنى تحتية ومثال بس ماية واطئة الكلفة بإجور أو بمبالغ نهاية السنة بسيطة، ليش ما يروحون؟ بالعكس وتتخلص من المشكلة، أنت موفر لفد وطن صغير يعني. إذا أستاذ حازم، الحال بالمجمعات واطئة الكلفة باستحصال المناطق التجاوز والعشوائيات وبنائها أيضا بطريقة لائمة المواطن البسيط، أم الحال إيقاف الاستثمار لأراضي الدولة مثل ما ذكرت ست أوراس وست افتخار؟ شنو حلكم لموضوع العشوائيات؟ وهل ما أعرف إذا هو ضمن أولوياتكم؟ هو أنا أريد أقول لك حبيبي من حيث انتهت يعني يعني هو الحل هو بيد أعضاء مجلس المحافظات لو لا؟ خلنا نجعل الموضوع بشكل رئيسي. أولاً هناك أكو صلاحيات، صلاحيات اتحادية وصلاحيات مجلس المحافظات. يعني أرجع وأكرر بأنه هو مجلس المحافظة هو تشريعي، هو رقابي متابع، العمل التنفيذي بيد المحافظ اللي هو يطلع من رحم مجلس المحافظة. تفضلت ست أوراس تحدثت عن قضية الاستثمار، نشوفها سأنتي في مطار المثنى أبنية شاهقة حديثة مكيفة بكل تفاصيلها توصل إلى 300 و400 دفتر للشقة الواحدة. هذا المستثمر وللأسف بقرار برلماني غير مدروس منح للمستثمر، طلعت كلها أراضي سنة 25 أرض مجانا والقرض يأخذه من الدولة ويبني ويبيع للمواطن ويأخذ نسبة، الدولة تأخذ نسبة معينة. ليش ما الدولة تستثمر؟ ليش ما الدولة؟ هو فعلا هذا السؤال. الحكومة الحالية بما أنه المفروض أتحدث عن برنامج الانتخابي لكن لا بأس أن أشير للإيجابيات، حكومة الأخ السوداني الآن ذهب باتجاه بناء مدينة خلف السد اسمها مدينة الصدر الجديدة. هذه المجمعات السكنية تعرفين أنت بيئة المدينة بيئة عشائرية، يقول لك أنا ما أقعد بعمارة أنا أقعد في مستوى واحد، فراح يكون بناء مستوى أفقه ومستوى عمودي. هذا راح يحل أزمة. 30 ثانية احكي لي على برنامجك أنت. جيد. هذا حل أزمة كبيرة. لا بأس أن يتنور المواطن العراقي. طيب. أنا بالتالي أقول أنا إذا أريد أبني عمارة أو أبني مجمع سكني وبدون رقابة حبر على ورق، 3/4 إنجاز العمل هو المتابعة، إذا ما أتابع ما ينجز هذا العمل. فبالتالي أي مشروع في داخل محافظة بغداد وخاصة أطرافه في مهام محافظة بغداد، هنا علينا هذا واجبنا أن يكون يتابع ويراقب إنجاز المشروع. إذا ست افتخار آخر سؤال وسؤال أيضا موجه للضيوف الكرام فيما يتعلق لو كنت ناخب ولست مرشح
شنو أكثر مشكلة تشوفيها محتاجة لحل ببغداد تحفزك أنه تتوجهين إلى صناديق الاقتراع بدقيقتين؟ القضية اللي تحفزني أنه يكون الشخص السياسي ملتزم بكلامه، لا يعطي وعود على فراغ، وهذا الأمر أنا أقدر أشخصه. يعني أنا كناخب أقدر أشخص هذا الصح وهذا الخطأ، هذا اللي فعلا راح يخدم أعرفه وهذا اللي أعرفه أنه ما يخدم. تجربات سابقة غيرها بفترات السنوات اللي مضت بانتخابات، هذا الأمر خلاني أحدد. زائدا قضية مهمة هي تواصل هذا الشخص مع الناس، هل هذا الشخص فعلا متواجد مع هذه الطبقات من الناس بأيام الحملات الانتخابية؟ أو هو عايش ببرج، أو هو عايش بهذا البرج. أنا هنا أشخص خطأت باختيار الشخص السابق، ما أكرر هذا الخطأ أنا مرة ثانية. أفصل ما بين الجيد والسيء كناخبة، أنا هذا اللي أشوفه. يعني حتى من توجهنا لصناديق الاقتراع سابقا قبل ما أكون أنا مرشحة، اختاريت الشخص اللي اعتبره مناسب ولم أخطئ باختياري له نهائيا، يعني فعلا كان حلقة وصل. ماذا نبني الآن للمواطن؟ هذا الأمر اللي شفناه إحنا مع السياسيين، نريد نعكس صورته الفعلية والأساسية للتواصل. التواصل أهم شيء عندي. 2، مصداقية الكلام اللي يعد بها المرشح، لا يعطي وعود أكبر من حجمه وحجم الشخصيات اللي موجودين معاه. أفي بوعد بمقدار ما تستطيع، مسكه باليد فقط. نعم. إذن السؤال لك إذن أستاذ حازم، أنت اليوم نرجع لها أكيد، بس حتى نوازن ونعادل توجهات أسئلتنا خلال البرنامج. كونك مواطن والساحة مليانة بدعايات انتخابية، مواقع التواصل الاجتماعي، القنوات وما إلى ذلك، شنو اللي حفزك حتى تروح تنتخب؟ أنا بخضم هذا الأعمال، الإعلانات الكبيرة والكتل السياسية الداخلة والمرشحين، عدد المرشحين يوصل إلى 2000 في بغداد. بصراحة راح يستوقفنا أشياء، بأنه مدى مصداقية هذا الشخص. العراق تقسمت عفريني مجتمعات وعشائر وقبائل، القبيلة بدأت تأخذ منحة آخر، يعني الرجل يروح على قبيلته ويجيب قبيلته، هذا يخضع للاسم العنوان فيروح ينتخب. أما أنا كمرشح ما أروح بهذا الاتجاه الانتماء العشائري، فأروح بعد ما عاد أكو أصلاً برنامج انتخابي. الناس بعد ما قامت تسأل على برنامج انتخابي، يعني بصراحة التجارب السابقة ألقت بظلالها على كل العمليات الانتخابية، فكان ما يروح. طيب أنا كناخب أسمع موضوع آخر. يعني تسمع بحكي... موضوع لو مشاكل ملحة؟ لا عفواً، مو مشاكل، لا أنا أساني موضوع شلون أوصل أروح لصندوق الاقتراع. بعد ما دخل بالمشاكل، شلون أروح لصندوق الاقتراع؟ أكو هناك دعوات بأن يقول لك هذه، طبعاً الدعوات هي محترمة، رأي كلش محترم، بأنه هذه حلقة زائدة. فهذا شو راح يصير الناخب؟ أنا أقول فعلاً ممكن حلقة زائدة، فلهذا السبب ما أروح الانتخابات. طيب. أنا كناخب عندي وجهة نظر، أقول بأنه مجلس المحافظة إذا قلنا حلقة زائدة، إذا مجلس النواب حلقة زائدة، دوائر الدولة حلقة زائدة، كل مفاصل التنفيذية حلقة زائدة والتشريعية، إذا كانت لم تقدم ما عليها من واجبات. إذا مجلس المحافظة ما قدم عليه المهام المناطة إليه، ما قدم بيها، ما قدم ما عليه، ففعلا هي حلقة زائدة. رئيس الوزراء منظومته الكاملة إذا ما قدمت ما عليها من واجبات، فإذا هي حلقة زائدة. هذه الانتخابات هي مفصلية بصراحة. مجالس المحافظة، أنت كمواطن بغدادي تريد خدمات بهذا الموضوع، روح انتخب. السيد السيستان حفظ الله إن شاء الله يقول صوتك من ذهب، إذا ما تروح صناديق الاقتراع فماكو تغيير. فأنا بالتالي إذا حتى لو مو أنا أفوز، روح انتخب غيري، بس المهم تروح صناديق الاقتراع غير وإن شاء الله. إذن يمكن راح أمنح دقيقتين وشوية ست أوراس لنفس الموضوع. اليوم المشاكل الملحة تحفز المواطن يتوجه للاقتراع، لو قناعته بالمرشح أو قناعته بمنظومة الانتخابات كلها. نعم. أنت كمواطن اليوم. نعم، مبدئيا القناعة، وبعدها اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى وإن كان من رحم الأحزاب، لكن أعرفه لأن هو من هذا الشارع ومن هاي المنطقة. طيب. أو من بغداد أكيد إلي في التاريخ، تعرف الناس، إحنا مجتمعنا صغير، يعني ناس تعرف ناس، يرجعون على أقل تقدير للصفحات مالته، لمنطقته، لأقاربه، هذا الشخص شنو مثلا مقتنع. مرات من يطلع بالإعلام يحكي حلو، هذا صحيح،
راح يبدون يبحثون، واكو بعضهم يبحث. انا اكثر من مره يعني يدخلون لي على السوشيال ميديا بالماسنجر مثلا يقول لي ست تابعت صفحتك من قديم، يعني مو هسه انت عندك فد انشطه حلوه. طيب. والله راح انتخبك. كنت عازف عن الـ الـ المشاركه، لكن حاليا لا والله. صحيح نريد نغير ونريد نشوفكم. بعض الاحيان نواجه فد تعهدات يعني صعبه، انه من تقعد يم جماعه يقول لك تعطينا تعهد انت ويانا مثلا تبقى متواصل ويانا واحنا نعطيك تعهد نصوت هاي المنطقه، نريد نقول نصها لك. هالمره نريد نجرب، ما نريد نعض اصبعنا اللي خليناه بالحبر. التعهد بالتواصل المستمر صعب، تقديم الخدمات وما تدير وجهك وحماياتك ومكتبك ينغلق وتليفونك يتغير الرقم. هذا الاول اول شروط الناس اللي يروح لهم. طيب. هسه احنا عرفنا تاريخكم، عرفنا حكيكم حلو، مشاريعكم نفس السابقين، هسه احنا راح نجربكم هالمره، لكن مو مثل السابق انه يصعد على اكتافنا باصواتنا ويروح، لا، راح هنا يكون لنا كلمه الفصل. نعم نعم. اذا خلينا ننتقل لفقره ثانيه، هي صوره وتعليق، وهذه بدون توقيت، تقدرون يعني انه تاخذون راحتكم بالاجابه بس مو هواي. خلينا نشوف هذه الصورة وأسمع تعليقكم عليها أو تفسيركم إلها. شو تفسرون هذه الصورة؟ هاي أزمة العراق. خيرنا الغير. أنا أقول هواي أزمات. هذا واحد من أهم الأزمات. هذه أنا اللي هذه الصورة يعني إن كلمة خضني في هذا مكان لمصنع. تمام. هذا الأمر راح نركز عليه. عودة المصانع. عودة المصانع من شأنها النهوض بالواقع. طيب. في بغداد وبقية المحافظات، باعتبار احنا في مجلس محافظتنا نتحدث بحدود محافظة اللي هي صلاحيات بغداد. هذه المصانع مهمة جدا، لأن أول شيء راح تقضي لي على نسبة البطالة، اثنين حيرتقي المواطن بمستوى الفقر، وخط الفقر عندنا يبدأ يتدنى بدرجاته. هذه المصانع اللي تحدثت عنها أنا بالبداية ودائما أقول عنها تبدأ من مشاريع صغيرة وبعدها تكبر إلى كبريات المصانع اللي تقدم خدمات، مثل ما هنالك موجود مصانع حتى للتدوير تأخذ من مكان إلى مكان، شرط العمل أنه يتم استخراج هذه المادة من هذا المصنع وتخرج إلى هذا المصنع يلا يتم تسليمها للجهة. مثل ما نقول إحنا إذا بديت في مشروع محدد للمواطن، المفروض أن تكون عندي مصانع كبونة تحتية أساسية تنهض بالواقع، أولاً عائديتها للبلد، للمجتمع، للمواطن. هذا مهم يعني، أنا أعتبره مؤلمة جداً هذه الصورة، لكن إذا كانت بصورة أخرى ومدت لها اليد من خلال مشاريع بحكم وصلاحيات ما موجود في محافظة بغداد، لا، الأمر يتغير جداً. إذا ستأرأس موضوع الأوداء لك أستاذ حازم، لكن خليني أشوف خطط ست أوراس كمرشح وكقائمة أيضاً. نعم. لملف الصناعة. نعم. وهو مثل ما أشرتوا ملف مهم وضروري وأساسي. أكيد طبعاً. عندنا 2000 مصنع تقريباً إذا مو أكثر هو مغلق، وهذا أكيد زاد نسبة البطالة من هذا الموضوع. تشجيع الصناعة الوطنية بأقل التكاليف، ليش هي قبل ما كانت تشتغل المصانع؟ مثلاً كان قريب علينا معمل الدفاتر المدرسية، تلشفتات يدامون، الدفتر يطلع بمبلغ بسيط، ليش هسه مغلق؟ طبعا طبعا اكيد. حاليا الدفتر يستورد باقل حتى من برا رخيص، فيقول لك انا اشغل المعمل بين كهرباء بين غاز بين رواتب، هذا يطلع يجي من برا، فشجعوا الاستيراد وخلي صار بالتصدير. اهم شيء هو مو مهمتنا، لكن احنا اكيد مكمل، هذا دور الدوله، الزراعة والصناعة والتجارة. تستقطب البطالة، مثل ما قلت لك معمل واحد 3 شفتات من الصبح للظهر ومن الظهر للعصر ومن العصر إلى ثاني يوم. أريد أعرف إذا راح تقدمون شيء بهذا الجانب أم لا. هو لازم إحنا اللي علينا أنا إحنا نعرف أنه دورنا تنفيذي خدمي رقابي. نقدم دراسات، إيش قد ما نقدر نقدم دراسات إلى الدولة، هسه تؤخذ بيها ما تؤخذ بيها، يبقى دورنا الضغط، يعني نقدم دراسات بأقل التكاليف، نحاول نخلي تجارب وشوف التجربة ايش تنتج، مثلا ما خسراني شيء. أكيد رئيس الوزراء حاليا أنا أكو مشاريع على أرض الواقع،
اكو مشروع بغداد اجمل، بدي اشوف الدوله تتعافى، نشوف شيء موجود، اكو مشاريع، اكو جسور، اكو حدائق، اكو العاب، اكو يعني احنا راح نكمل ان شاء الله هاي المسيره اللي علينا، نقدم دراسات مع يعني اكيد ذوي الاختصاص. طيب ونحاول نقدمها وعسى خير، ايد واحده ما تصفق اكيد. استاذ حازم اشارت الى انه هذه صوره واحده من ازمات العراق. طيب. وهو ملف الصناعه يمكن من 2003 ولليوم. تمام. شنو حلولكم، مقترحاتكم، تكتفون بالدراسات، لو شنو تصنيف ملف الصناعه عندكم؟ يعني احنا اكيد يعني محافظه بغداد لديها مشاريع تكون هي بناء المصانع، وتعتبر من الموازنات، من ضمن الموازنه عندنا موازنه تشغيليه وموازنه هي موازنه تشغيليه وموازنه اخرى تختص باستثماريه. هاي الموازنه الاستثماريه ممكن ان تبني مصانع، رفض موازنه المحافظه لتشغيل اليد العام، لان يعني تبني مصنع يعني مو الغرض من الانتاج انت راح تاخذه فقط، يد العامله البطاله كلها راح تقريبا تقل بنسبه معينه. احنا كمجلس اعلى الاسلامي العراقي في قائمه ابشر يا عراق، وهذا تحالف يعني من كل الكتل، هي ما يميز قائمتنا احنا هو تحالف، يعني عندنا موجود من اخواننا السنه، من الاكراد، في خاصه في يعني قائمتنا غير حزبيه. كان رئيس القائمه سماحه الشيخ الدكتور همام حمودي لديه مبادره منذ زمن هي صنعت في العراق. واخذت صدى كبير يعني. أن يكون هاي المعطلة ترجع عجلة العمل بها. طبعا مثل ما تفضلت راسي على أغلبية المشاريع الاستراتيجية هي من صلاحية الحكومة الاتحادية. طيب. لكن هذه المشاريع لا بأس أن يكون لمحافظة بغداد لديها حصة من عمليات المصانع، من حصة المصانع، أن أنتج هذه المصانع لأستخرج أموال إلي أخدم بها المحافظة، أحول هذه الواردات إلى موازنة أخرى تضيف إلى تطوير محافظة بغداد العاصمة. إذن خلينا ننتقل لصورة ثانية وأيضاً أريد أسمع تعليقكم عليها وفهمكم لهذه الصورة. الطاقة الشبابية تحدثنا عنها. خلينا نشوف رأي ست أوراس بملف الشباب، أو هو مو رأي، إنما نريد نعرف توجهكم بخصوص هذا الملف. مثل ما قالت الست، الشباب هم بنات البلدان يعني. الطاقة الشبابية، استقطاب البطالة العسكرية مثلاً، تشجيعهم على إكمال دراستهم، سحبهم من الشارع عن المخدرات، عن الجريمة. هذا بآلية أكيد توفير فرص عمل. يعني أنت أهم شيء على قولتهم وفر اللقمة وراها تنحل المشاكل. يعني هو مرات يقول لك أشبع الناس وبعدين احكي لهم، فأنت وفر له فرصة عمل. هسه ليش الكل سابقاً ما حد إلى واهس يروح عسكري؟ ماكو. هسه يتشلب وينطي فلوس حتى يروح عسكري، ليش؟ يريد له مصدر رزق. تعرفين المشاكل زادت بسبب البطاله، المخدرات، التسول، الجريمه، هواي امور، السرقات. خل احل هذا الموضوع. ابدي انا ليش قلت ابدي بالطفل؟ بذره انه احببه بهذا الوطن، اكو هيك مشاريع نبديها بالشباب، من استقطبهم بالاستثمار، بالقطاع الخاص، القطاع العام، ممكن العسكري، ممكن من تتقسم تقل. ذاك الوقت استثمرتي في الطاقة للمستقبل، طاقة مهيئة. حاليا هي بذرة، هاي البذرة شلون تسقيها؟ هي تثمر. هذا اللي المفروض احنا نسوي بالتعاون. طيب. مع الدولة اكيد. طبعا ست افتخار، هسه احنا اذا نوقف باي تقاطع نشوف من 5 الى 10 الى 15 متسول، إلى يمسح جام، إلى يبيع كلينس، مختلف الأعمار، يمكن من 5 سنين إلى 15-20 سنة. هذول شلون راح يتم معالجتهم؟ توفير فرص عمل أم مراكز تدريب، أم هي بتوفير اللقمة مثل ما قال الست أوراس؟ شنو دراستكم لوضع الشباب في بغداد وفي العراق؟ شو تحدثنا عن الأعمار من 5 سنوات، من 5 سنوات إلى 15 سنة أو إلى 18 سنة، دول لهم تعامل خاص يكون بمراكز تأهيلية. هذا الامر ما يتم فقط من محافظه بغداد، وانما يكون مع الجهات المعنيه بهذا الخصوص. يعني حتى بنذكر احنا موضوع المشاريع وغيرها، والامور اللي تفضل بها الاستاذ حاسم بذكرها، قد يكون نواه الانطلاق لهذا المشروع او لهذا العمل قد تكون من محافظه بغداد كمقترح واليه الى الجهه المعنيه بالتنفيذ، حتى يتم تنفيذه وبمعاونه من قبل محافظه بغداد. هؤلاء قنبله موقوته، يا اما تعود عليك بالسلب او بالايجاب. اذا تم توظيف
هذه الأعمار بالتأهيل، بفتح دور خاصة لهم، بتأهيلهم للمجتمع، بإدخالهم بدورات، زجهم بتفاصيل قد تخلق من هذا الشخص شخص صالح إلى المجتمع، بتعليمه حرفة، تعليمه مهنة، فتح إلى مشروع قد يكون بسيط بمبالغ بسيطة جداً، قد يكون الأمر إنساني من خلال الشخص نفسه هو، يعني كعضو مجلس محافظة أحيانا الأمور مو فقط يتركها على كاهل الدولة، لا أكو أمور جانبية إنسانية إحنا نقوم بها حتى بالوسط الإعلامي. طيب هذا الأمر أيضا يخليني أنا أكون على مقدار من المسؤولية أنه كيف أستثمر هذه الطاقة الشبابية. هذه الأعمار إحنا تحدثنا عن هذه الأعمار، إذا توجهنا إلى وزارة التخطيط لأعطتنا نسبة عالية جدا بالأعمار ما بين 15 وصعودا إلى 30 سنة، يمكن تقريبا تقدر ب 62% أو أكثر من هذا الأراضي. بالضبط، يعني خلينا نقول أنه تطفى نسبة قريبة، يعني باعتبار أنه تعرفين أوضاع البلد بتفاصيل بأمور بأماكن قد لا تحصى هذا العدد بشكل كامل، لكن يتم حصرها من قبل الجهات المعنية اللي تمتلك هذه البيانات، وزارة الداخلية وغيرها من أي وزارة ثانية. فتطين إيش قدان نسبة الشباب، هذه نسبة الشباب. دول أخرى في الخارج يتم شراء هذه الطاقات بمبالغ، أنا الآن عندي طاقة موجودة بالداخل فيتم استثمارها من خلال مجلس محافظة بغداد كمشاريع ودوائر تابعة إلها من دور المشردين وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن تكون هذه الدور بمقدار من المسؤولية أن تعطى صلاحية أكثر بتهيئتهم بزجهم بالشارع العراقي بعد ما يكونون شباب فعلا مصلحين وليسوا مخربين. إذن سعد حازم، يمكن هاي الفئة اللي سولفنا ويا ست افتخار ست أوراس بعضهم نشوفهم بالشارع، ولكن عندنا فئة تحسبهم أغنياء من التعفف، مشاكلهم غير محسوسة ويجرون على لقمة العيش أو في وضع يرثى له. ملف الشباب، هاي الطاقة الشبابية، المجتمع الشاب، إما دا نضطر يتوجه سلوك غير سوي أو يقاوم ظروف العيش أو يعبر البحر ويروح لأوروبا. صح. فشنو دراستكم لوضع الشباب؟ طبعا هي عملية تكاملية وليس فقط المجلس المحافظة أو محافظة بغداد، مثل ما فضلت الافتخار بأنه مؤسسات أخرى أيضا تنهض بحل هاي المشكلة. إحنا هسه لاحظوا الصورة، هم ليسوا متسولين اللي دا أشوفهم، هم ناس عاطلين عن العمل. هو صار باي ذا واي، يعني الافتخار أشارت إلى موضوع جدا مهم، قضية المشوف المتسولين بالشارع، لكن هذا الطبقة الأكبر اللي هم هاي الشباب نشوف آلاف الشهادات قاعد تخرج سنويا لكن بدون أي هدف. يعني ما عندنا خطة خمسية أو عشرية. إحنا كحكومة دا أحكي على حكومة حتى تحال على الحكومة الداخلي. والأستاذ حازم وزميلنا العزيز، هذا الأمر أيضاً أنا عولت عليه بقضية مهمة هم ذكرها الآن الأستاذ حازم. نعم. أنه حتى عندنا الكليات والجامعات اللي قاعد تفتح بتخصصات، يعني المفروض أنا من أفتح جامعة أو سوق عمل أو كلية، المفروض أنه أنا بعد 4 سنوات أعرف وين أوظف هذا التخصص. جامعات الآن حائرين لوزارة التخطيط أكيد، فهذا الأمر أيضا يرتبط مع دائرة ثانية. طبعا. كذكرى للتخطيط عذرا للمقاطعة، بس لكن هذا الأمر مهم، لأن هذه الشريحة جدا مهمة. المهم الفكرة توصل. طبعا أكيد هذا مهم جدا أنه أنا يكون عندي التخصص، أنا ما أريد أخرج فقط ويأخذ شهادة بكالوريوس ويريد يتعين ويتفاجئ بأنه هذه الشهادة اللي عنده أول يحملها يمكن حتى ما خلي ما لها مكان للتعيين ولا لها مكان للتوظيف ولا يتم تخصيص أي درجة وظيفية مهما كانت إلى هذا الأمر مهم. وحدثت مع أعداد موجودين بتخصصات بجامعات الآن هم خريجين، وتم قطع وإكمال هذه الدراسة بهذه الكلية وقطعها نهائي عن التخصص. زين هذول العادات هم بالآلاف، شلون ما هذا سوق عمل؟ يعني احنا ما عندنا سوق عمل، فأكو قضية تخطيط لازم تكون مسبقة. هي العلاقة الموضوع العلاقة بالتخطيط، هي علاقة تكاملية، دورك كإعلامي لو اليوم كمرشح لازم جاي لنا بفكرة كاملة. أنا إذا حليت القضية الأكبر حتى ما احتاج أن أروح المجلس محافظة. طيب. المهم أنا هدفي أن أحل مشاكل هذا البلد بشكل عام، إن كان بغداد وإن كان في خارج بغداد. هذا الموضوع إذا أقول من أكبر المواضع المهمة اللي هي سبب أزمة أو سوى أرق في داخل الحكومة العراقية. هذا فعلا قنبلة موقوتة، آفة المخدرات. بدل ما أن كنا إحنا ممر أصبحنا إحنا من صدر. قضايا ترويج وقضايا مخدرات. هو طبعا منتشر في كل المنطقة، لكن في العراق خاصة ما كانت هذه الحالة. الآن شبابنا ما نعرف وين يروحون. مشكلة هذا السوشيال ميديا والتغير أصبح آفة علينا ما كان هو أن يستثمر. الشباب أكو حل جدا بسيط، لو دخل الاستثمار وشركات رصينة، مو شركة نشوف إسبانية الحكومة تتعاقد معها ونشوف الشركات الثانوية
ابو محمد ابو حسين كذا جايب له واخذ كوميسيون مالته، اخذ جنط من حفله من الدولارات وعمل على اقل او ابسط مواصفات العمل، ما طابق المواصفات. لو نجيب شركات رصينه، هاي الشباب بعد ما تقعد بالشارع حتى يعملون، يشوف اذا اشتغل من الصبح للعصر اخذ وقته، يجي متعب يروح ينام، ما يروح يفكر باشياء اخرى، مخدرات او لا سمح. احنا اولادنا نعرفهم. اذا قصد استثمار الطاقات، استثمار الطاقات بمشاريع اصلا. أو اولا انا اغير من واجهه العراق، ليس في بغداد حصرا، في كل العراق اغير، استثمر هذه البطاله، بطاله عجيبه غريبه. احنا في بلد صح الكثافه مالته اصبح 42 مليون نسمه، لكن مو كل العدد، عندنا نساء وعندنا اطفال، لكن الشباب مثل ما تفضلت الاخت افتخار وصل بنسبه 60%. طاقه العراق شبابيه، نحتاج الى هسه انا ما وعدكم راح اوظفكم يا شباب، حتى واقعين امام هذه المنصه، ليس من واجب عضو مجلس محافظات اني اعين الشباب، لكن ان يقدم اقتراحات للمحافظ ويلزم المحافظ اذا كانت هناك مشاريع ان يوظف بنسبه العماله العراقيه وليست الاجنبيه بنسبه عاليه، وهذا هدفنا ان شاء الله في المشروع ان شاء الله. اذا احنا بالدقائق الاخيره من هذه الحلقه وراح تكون دقيقة تمنح لحضراتكم كل واحد على حدة، توجهون بها رسائلكم إلى الكاميرا مباشرة ولجمهوركم أو تعقيبا على واحدة من الموضوعات اللي دارت خلال هذه الحلقة. وست أوراس أتمنى أنه تتوجهين للكاميرا وعندك دقيقة واحدة فقط. يعني أعرف نفسي، بالنسبة لي ما يعرفني، أنا المهندسة أوراس فوزي جاسم الساعدي، أعمل في كلية الطب جامعة النهرين وناشط مدني من السنوات السابقة. إحنا وياكم ومنكم وبيكم، إذا شفتوا خلل من عندنا فالكلمة أنتوا، أنتوا تصعدون المرشح وأنتوا تنزلونه، فإن شاء الله إيد بإيد وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وما نخيب ظنكم. شكرا. إذا ست افتخار إليك الدقيقة. يمكن أقل من دقيقة، حيكون الكلام موجه برسالتي إلى المواطن. يعني نقول احنا الله ميزنا بالعقل عن سائر المخلوقات، انت عندك عقل تميز ما بين اللي يكون صالح لك واللي يكون صح واللي يكون خطا، انت اما مفترق طرق، يا اما تسلك طريق النور اللي تريد انت بيه فعلا تغير بيه واقعك المعيشي، اي واقع انت تعيشه بما يخص اهلك بداخل البيت خارج البيت، من مدارس من بناء من مشاريع من توظيف، فتوجه الى صناديق الاقتراع. أما إذا كنت تختار الجانب الأظلم فحتقعد بين أربع جدران كما هو الحال وإلى الأسوأ. فمن يريد التغيير عليه أن يخطي بخطواته إلى صناديق الاقتراع بيوم الانتخاب واختيار من يمثله بشكل صحيح. إذن آخر دقيقة أستاذ حازم ورسالتك إلى الكاميرا. شكرا جزيلا للأخوة في الإعلام والدعم الكبير من كل وسائل الإعلام باتجاه تحفيز الحضور للانتخابات. مو مشكلة لا تنتخبني، بس المهم روح غير مثل ما تفضل استفتح، روح غير وصوتك مهم جدا، هو راح يغير. مو بعد تجي لي بعد فتره وتقول لي شوفوا هاي حكومات فاسده، هذا فاسد، هذا ما قدم مشاريع، هو صوتك اللي يغير. انتخابات بنسبه جدا عاليه ان شاء الله نزيهه، الماكينه الانتخابيه اشتغلت صح وفق مكنه حديثه، تكنولوجيا حديثه، ما ممكن ان تزور بسهوله. روح صندوق الاقتراع، انتخب الافضل اللي تامن به، مو اللي انتخب لان اقربائك هذا ابن عمي وابن خال راح انتخبه، مع احترام لكل الاشخاص المرشحين، يطلع فاسد. روح انتخب الاصلح، لان يعني بالتالي انت واهلك واطفالك راح يعيشون سنين يكونون بافضل حال في محافظه بغداد العاصمه او في كل محافظات بلدنا العزيز. شكرا جزيلا استاذ حازم وكل التوفيق، كذلك التوفيق لكم ست اوراس وست افتخار، شرفتونا بهذه الحلقه، وشكرا لكم مشاهدينا والى لقاء اخر.